عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مغلقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس. وقد أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بقصر الإليزي في مستهل زيارته الرسمية، والتي جاءت تلبية لدعوة نظيره الفرنسي. نعم جميعا، ونحن الآن في قصر الإليزي الذي يصلح كما تشاهدون لأسفل صورنا المباشرة رئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المخاطبة الطويلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبله هنا.